في الفيديو ان شاء الله هنتكلم عن حاجه اسمها نون ماكسيمم سبريشن او اسمها ان ام اس. النون ماكسيمم سبريشن ده عباره عن الجوريزم احنا بنستخدمه عشان لو انا عندي اوبجكت ديتكشن الجوريزم، ساعات بيطلع لي باوندنج بوكس حوالين الاوبجكت وساعات بيطلع لي اكتر من باوندنج بوكس، زي حاجه زي كده. فانا بستخدم النون ماكسيمم سبريشن الجوريزم عشان يطلع لي only one bounding box، وطبعا لازم اختار الباوندنج بوكس اللي هو احسن واحد من البوكسز الكتيره دي. فالنون ماكسيمم سبريشن او الان ام اس از ان الجوريزم ذات سيلكت ذا بيست باوندنج بوكسز اوت اوف ميني اوفرلابنج باوندنج بوكس. هو المفروض يعني سيلكت بيست باوندنج بوكس اوت اوف ميني اوفرلابنج باوندنج بوكس، يعني يختار واحد بس من اوفرلابنج باوندنج بوكس. طيب بيحصل ده ليه؟ بيحصل عشان انا بيكون عندي اوبجكت ديتكشن الجوريزم، لما بيجي يطلع بيطلع لي اكتر من باوندنج بوكس حوالين الاوبجكت مش بيطلع واحد بس. هو اسم الالجوريزم نون ماكسيمم سبريشن، سبريشن يعني ازاله، وماكسيمم يعني الاكبر او الاعلى او الاكبر قيمه، والنون ماكسيمم يعني اللي مش اعلى قيمه، فهو يعتبر اسمه ازاله الحاجات اللي مش اعلى قيمه. وده معناه ان انا ببقى عندي الباوندنج بوكسز دول وببدا ان انا اشوف مين فيهم النون ماكسيمم، يعني له ملوش ماكسيمم بروبابيلتي ان هو يبقى بيقول ان هو كار، وببدا اشيله وبحط بس الايه الماكسيمم اونلي وان ذا ماكسيمم باوندنج بوكس او الباوندنج بوكس اللي ليه ماكسيمم بروبابيلتي اوف ديتكشن. فاسمه نون ماكسيمم سبريشن عشان هو بيلغي الحاجات اللي مش ماكسيمم وبيسيب الحاجة اللي هي ماكسيمم بس. طيب بيعرفها ازاي؟ طبعا بيعرفها نتيجة الجوريزم معين، بيبدأ ياخد الباوندنج بوكس اللي ليه ماكسيمم بروبابيلتي ويبدأ يشوف البوكسز التانية، يحسب لها الاي او يو بينها وبين الماكسيمم، وبيشوف الاي او يو بكام. لو لقى الاي او يو باكبر مثلا من 5 من 10 او من 6 من 10 بيبدا يلغي البوكسز دي كلها. طبعا الكلام هنا المفروض مثلا تقولي لي بما ان انت عندك صوره واحده فانت مش محتاجه تحسبي اي او يو، انت تاخدي الماكسيمم بروبابيلتي بس، ولكن في بعض الصور بيبقى عندي حاجه زي كده، بيكون عندي كذا اوبجكت في نفس الصوره. فانا دلوقتي عندي مثلا واحد اثنين ثلاثه اربعه، اربعه بوكسز حوالين الكار، وواحد اثنين ثلاثه أربعة بوكسز حوالين الهورس. فأنا عشان أطبق الألجوريزم لو قلت أختار الماكسيمم بروبابيلتي فأنا عندي هنا ماكسيمم وهنا ماكسيمم، فمش مش لازم بالظبط إن أنا لما أختار الماكسيمم بروبابيلتي يبقى هو أحسن حاجة، لأن أنا ممكن يكون عندي ماكسيمم هنا وماكسيمم هنا. فلو اخترت مثلا 90% فأنا هختار هنا 90% الباوندنج بوكس ده، وده كل اللي حواليها الشيل. فانا محتاجه اطبق الالجوريزم بتاعي يا اما بشكل بلايند بشكل معين، او ان انا اعمله لكل كلاس على حده. اوكي، هو ان جنرال يعني له طريقه معينه بتهندل كل الكيسز دي. مبدئيا انا بيكون عندي ولنفرض مثلا لو انت شغال يولو فانت عندك الصوره بتاعتك بتكون ولنفرض 19 في 19 20 في 20 او وات ايفر. الاوتبوت بريدكشن او الاوتبوت بتاع الاوبجكت ديتكشن بيكون عباره عن حاجه زي كده، بي سي وبي اكس وبي واي وبي اتش بي دبليو، بحيث طبعا البي سي هو البروبيليتي ان انا بقول ان لو انت طلعت باوندنج بوكس هنا بقول ان البروبيليتي ان في هنا عربيه 90% او 50% او 60%. فالبي سي ده بيعبر عن البروبيليتي، والبي اكس والبي واي والحاجات دي، البي اكس والبي واي هي النقطه بدايه البوكس، والاتش والدبليو اللي هو الهايت والويدث بتاع البوكس ان انا الطول كام والعرض كام، بيعمل الدايمنشنز يعني بتاع باوندنج بوكس. فانا جيفن عندي البي سي او جيفن عندي البروبيليتي، مبدئيا انت بتبدا اول حاجه بتعملها ان انت بتبدا تشيل كل الباوندنج بوكسز اللي ليها بي سي اقل من 6 من 10. انت كده ايه اصلا مش هقدر اعتمد عليك ان انا اطلع نتائج. بعدين بيحصل ايه؟ بتبدا تشوف البي سي اللي ليه اعلى، بتشوف البوكس اللي ليه اعلى بي سي، ممكن يكون عندي هنا كار ودي كار كمان اهي.
انا عندي هنا بوكسز كتيره حواليها، اتمنى طبعا يكون في ايوه عندي هنا العربيه دي فيها بوكسز كتيره حواليها، ودي هنا في بوكسز كتيره حواليها، فانا بعمل ايه؟ ببدا اطلع اكبر رقم في البي سيز دي كلها اللي هو 9 من 10، اوكي؟ وبعدين ببدا احسب الاي او يو بتوين البوكس اللي هو بيعبر عن 9 من 10، ببدا اشوف مثلا 7 من 10 الاي او بينها وبين 9 من 10 كام، وال 6 من 10 الاي او بينها وبين 9 من 10 كام، يعني البوكس اللي بيقول ان انا probability بتاعتي 7 من 10 ان ده عربيه، ده عباره عن صندوق او ريكتانجل او باوندنج بوكس، وال6 من 10 ده ريكتانجل وال9 من 10 ده ريكتانجل، ببدأ احسب الاي او يو او الانترسكشن اوفر يونيون للبوكس اللي هو 6 من 10 مع ال9 من 10، لان طبعا ال9 من 10 ده الاكبر، وبعدين ببدأ احسب الاي او يو بين ال7 من 10 وال9 من 10، وكذلك طبعا ببدأ احسب الاي او يو بين ال9 من 10 وده وده، فبيطلع لي في الاخر ان اكيد يعني ان في هنا انترسكشن، لكن هنا ما فيش انترسكشن خالص بتوين البوكس اللي هو 9 من 10. فبشوف ايه هي البوكسز اللي الباوندنج اللي الاي او يو بتاعها اكبر مثلا من 5 من 10، فلا ده ان في هنا انترسكشن وهنا انترسكشن، لان هنا زيرو، فالحاجات اللي هي زيرو بسيبها، والحاجات اللي هي مش زيرو او الاكبر من 5 من 10 هي دي اللي بعمل لها ديسكارد، فتلاقيني عملت ديسكارد ل 7 من 10 وال 6 من 10، فهيبقى لي هنا بوكس حوالين العربية دي كده. طيب بعد كده الخطوة اللي بعدها ان انا ببدأ اكرر نفس العملية، ان انا بقول طب لو سمحت اختار لي الماكسيموم بروبيليتي، كل ده خلاص اتشال، مش باقي لي هنا غير ال 8 من 10 و 7 من 10، الماكسيموم بروبيليتي هي ال 8 من 10، ببدأ احسب الاي او يو بين 8 من 10 واي بوكس تاني موجود. بالصدفة بالنسبة للصورة دي وما عندناش غير البوكس اللي هو 7 من 10، فاحسب الاي او بينها وبين بعض يطلع مثلا برقم مش بزيرو، ولنفرض اكبر من 5 من 10 6 من 10 او وات ايفر، فبروح مسحه البوكس ده وهيبقى لي في الاخر البوكس ده اللي هو 8 من 10. فهو النون ماكسيمم سبريشن ده الجوريزم سهل جدا، الخطوات بتاعته ستريت فورورد ما فيهاش حاجه، وهو بيستخدم علشان في الاخر احصل على اونلي وان باوندنج بوكس اللي بيبقى له ماكسيمم بروبيليتي، وبستخدم الاي او يو عشان خاطر اوصل للقرار ده. طيب خلينا ناخد يعني الجوريزم او نمشي بارقام معينه. لو افرض مثلا ان انا عندي 1 2 3 4 5 6 6 باوندنج بوكس، طبعا ان ماينس 1 وان دي، يعني فرض عندي ان باوندنج بوكس هنا، وكل باوندنج بوكس مطلع لي بروبابيلتي زي ما شفنا هنا، ده مثلا 6 هنا مثلا طلع لي 9 من 10 6 من 10 7 من 10، فانا عندي سكورز او باوندنج بروبابيلتيز يعني، فانا بسجل لكل بوكس انا عندي كام البروبابيلتي بتاعتي بكام. اوكي اول خطوه هنا بيقول لي اختار الهايست كونفيدنس سكور بوكس، فانا اختار ال 94 من 100، وبعد كده اعمل ايه؟ هنا بيقول لي ديليت ذا هايست كونفيدنس سكور، ابدا امسح الرو ده خالص، فانا ده همسحه، بس انا هاخد الاربعه دي احطها هنا. اوكي فانا يبقى عندي هنا ايه اربعه، بيقول ان البوكس رقم اربعه هو ده اللي انا في الاخر محتاجه ارسمه، الغي كل حاجه يعني، ده الحاجات اللي اتحط هنا الحاجات اللي هترسم في الاخر او الناتج النون ماكسيمم سبريشن. فشفت اكبر بروبيلتي وعرفت الاندكس بتاعها، مسحت الرو كله وخدت الاندكس حطيته هنا. بعد كده ببدأ احسب الاي او يو بتوين كل البوكسز اللي فاضله بينها وبين البوكس اللي هو الاربعه، فيطلع لي مثلا 5 من 10 49 84 كذا كذا كذا. بروح انا حاطه ثريشولد معين عندي في الكود، ولنفرض الثريشولد عندي ب 5 من 10، ببدا اشوف مين من الاي او يوز دي الثريشولد بتاعها اكبر او الاي او بتاعها اكبر من 5 من 10، هل هي ال 84 ال 66 وال 90، دول هل همسحهم من التيبل بتاعي. اوكي ده معناه ان دي الاي او يوز اللي بتعمل انترسكشن بينها وبين البوكس رقم اربعه، فدي همسحها زي اللي كان هنا بالظبط بالنسبه للصوره دي، ان انا هنا شفت التسعه من عشره وبعدها حسبت الاي او يو بينها وبين دي ودي ودي ودي، يعني تسعه من عشره جبت الاي او بينها وبين السته والسبعه والسبعه والثمانيه. اوكي وشفت مين فيهم الاي او يو الكبير الاكبر من 5 من 10، لقيت ان ده وده مسحته، وبالتالي هيبقى لي حوالين العربيه دي التسعه من 10 بس.
هكرر نفس العملية مع كده أنا خدت الأربعة وحسبت الحاجات دي، بعد كده أكرر نفس العملية إن أنا أبدأ أشوف مين في السكورز دي رقم كبير، هلاقي عندي الـ65 من 100، هلاقي كده 65 والبوكس الإندكس بتاعها واحد، هحطه هنا وأمسح الرودة. أوكي، همسح الرودة وأحط هنا واحد. بعدين ببدأ أحسب الأي أو يو، ببدأ أحسب الأي أو يو بين البوكس رقم واحد وكل البوكسز التانية، هيلاقي هنا 67 و8 من 100 و4 و45. بشوف مين في البوكسز دي اللي الثريشولد بتاعها أكبر من، قصدي الأي أو يو بتاعها أكبر من الثريشولد اللي هو 5 من 10، هلاقي ده فده همسحه. أوكي، هيبقى لي حاجات تانية، هبدأ بقى أكرر العملية تاني. فلو بص على الخطوات هنا بيقول لك إيه، لو فرضنا يعني انا ما عنديش الاربعه ده كان خلاص اخترته، لو عايزه اشوف الخطوات بقول لك تيك ذا هايست كونفيدنس سكور بوكس اللي هو ده، وبعدين ديليت ذا هايست كونفيدنس سكور، بمسحه من الصندوق، قصدي بمسحه من التيبل بتاعي، وبعد كده بشوف الفايند، بحسب الاي او يو ما بين الواحد وكل الايه كل البوكسز ويز اذر بوكسز، هيطلع لي التيبل ده. هتلاحظ ان هنا في الجدول ده يعني حتى لو احنا كنا هنا، لو انا هنا ما كانش فيه تيبل اسمه اي او يو، هنا بقى فيه تيبل اسمه اي او يو. ليه بقى؟ لان انا بحسب الايه الاي او يو، فيجي لي هنا الاي او يو، بعد كده بمسح الاي او يو اللي ليها اكبر من 7 من 10، الاقي دي بس الوحيده اللي 67 ودي اقل ودي اقل، فده اللي همسحه. خلاص، بعد كده ببدا اكرر العمليه بقى، المفروض طبعا ان انا عارفه الان والان ايه والان ماينس 1. طيب بس ده كان النون ماكسيمم سبريشن. بس هو الفكره ان في بعض السبيشال كيسز اللي هو بيبقى مش بيعرف يحلها. ولنفرض مثلا ده جيت قلت انا عندي بوكس 1 2 3 واختار لي الماكسيمم بينهم، فطلع 92 92 فمش عارف اختار مين، دي كيس مثلا، هل اختار الاثنين؟ ولو حتى فرضنا ان انت اخترت الاثنين، اخترت 92 دي، ال 92 دي المفروض ان هي بوكس اللي هو لونه اخضر شايل اثنين هورسز في الوسط، فانت هتحسب تيجي تحسب الاي او يو، هتلاقي ان الاي او يو بينها وبين ال دي اللي هو الازرق رقم ممكن يوصل لخمس اكبر من 5 من 10، وهنا برضو ممكن يوصل لاكبر من 5 من 10. فيعني هي مش احسن طريقه، ولكنها طريقه بنستخدمها علشان نجيب احسن بوكس يعني ليه ماكسيمم بروبابيلتي. طبعا احنا ما نقدرش ننكر ان اصلا المشكله هنا من الالجوريزم اللي مطلع بريدكشن وقايل ان الاثنين، ان الاخضر ده شايل اونلي 1 هورس و90% مع انه اصلا شايل اثنين، فيعني بتبقى دي كيس من الكيس اللي ممكن تقابلنا. ولكن ان جنرال ده الالجوريزم بيبقى يعتبر هو بوست بروسيسنج، بيحصل بعد ما بتجيب الاي او يو، بعد ما بتجيب قصدي الاوبجكت ديتكشن، وعشان نستخدم النون ماكسيمم سبريشن بتضطر تستخدم الاي او يو، تحسب الاي او يو بتاعتك اللي هو الانترسيكشن اوفر يونيون، المتريك اللي احنا خدناها في الفيديو اللي فات، علشان تبدا تحسب القيمه بتاعتك. اوكي، نتقابل ان شاء الله في فيديو تاني.